يقول: سألت عن كفارة الظهار فقيل عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا، فهل تجب في هذه الموالاة؟ الكفارة الظهار على الترتيب، ما هي على التخيير، وإنما هي على الترتيب. أولا عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا على الترتيب. نعم.